يلا ننزل استريح. احمد، انا خايفه على بابا قوي. تفتكر هيبقى كويس ان شاء الله؟ ان شاء الله يبقى كويس. انت هتروح فين؟ وانت هتروح بيتنا؟ انزلي بس عشان تلحقي تروحي له بدري. سلامتك يا بابا، سلامتك. ما تخافش. أحمد فين؟ أحمد جاي. ما تفكرش انت في أي حد، فكر في صحتك وبس. انتوا احنا كويسين قوي. المهم انت دلوقتي. سلامتك يا بابا، ألف سلام عليك. انت اللي جابك بابا. مين اللي جابك؟ انا اسف يا بابا، انا اسف. مش عايز اشوف وشك، مش عايز اشوف وشك. اطلع بره، اخرج بره يا مصطفى والنبي عشان ما يتعبش. بابا ما تعملش نفسك كده. بره. في ايه؟ انتوا ازاي بتزعقوا في الرعايه كده؟ اتفضلوا بره لو سمحتوا. اتفضلوا. اهدى من فضلك يا سيد بيه، اهدى من فضلك. ايه ده عشان خاطري؟ خليك انت، خليك معايا. انا مش هسيبك. معقول؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا مجدي؟ سعيد الكومي ده له جلطه؟ طب انا عاوز اطمن عليه. والله انا احترت في سيستم تفكيرك ده يا جميل. بقى الراجل لما كان سليم كنت عايز تقتله، ولما وقع عايز تطمن عليه. مجدي، احنا التلاتة في بينا وبين بعض عيش وملح، عشان كده انا عاوز ازوره. سعيد في الرعاية المركزة وممنوع عنه الزيارة يا جميل. بقول لك يا مجدي، اوعى تكون انت وسعيد بتلعبوا لعبة عليا. لعبة؟ لعبة ايه؟ لعبة ايه يا جميل؟ بقول لك الراجل هو في الفرح وقع وجات الاسعاف شالته، يبقى لعبة ايه؟ خسارة، كنتش متوقع انه يقع من اول جولة. جولة؟ انت عملت ايه يا جميل؟ سلامتك يا بابا. روح ارتاحي. انا مرتاحة طول ما انا جنبك، ما تقلقش. خدت الدواء؟ يا بابا بقولك ما تقلقش عليا. فين احمد؟ احمد جه معايا بس قاعد بره. تمام، فانت هو اللي انا عايزه. يلا. الحمد لله على السلامة. سيبيني اروح لها شوية. خلي بالك الانفعال ممنوع.
ليلى يا حمد ما تسيبهاش. ليلى تلاش، انا عارف انت عايز تقول ايه بالظبط. انا هموت يا حمد وليلى هتبقى لوحدها بعد الشر. ان شاء الله تبقى كويس وترجع احسن من الاول. وانت حصل لك كده بسبب اللي انا عملته في الفرح؟ لا لا، بص انا عايزك تروح الشركه النهارده مسؤوليتك. بس مصطفى موجود وهو ممكن يعمل كل حاجه يعني. اسمع كلامي، نفذ اللي بقولك عليه. الشركه من النهارده انت المسؤول عنها قدامي، والشركه مسؤوليتك من النهارده. خلاص يا نيت، انا هعمل كل اللي انت عايزه. خلاص بقى، انا عارف اني ما كانش المفروض اعمل كده ومش هعمل كده تاني، بس انت بتستعبطي يا حنان. اللي عمله احمد مجنن ماما وانت عماله تدافعي عنه كانك بتغذيها. خلاص بقى، طب يا رب ايدي تتقطع. بعد الشر عليك. ايوه، انا دعيت الدعوه دي عشان اسمع بعد الشر الحلوه دي. خلاص، هتعمل ايه في القهوه؟ خلاص، من بكره انا والصناعيه هننزل نلم الكراكيب اللي فاضله من الحريقه ونشغلها زي ما انت قلتي. يلا بقى عشان طيب خاطر ماما. والله العظيم هي اللي صممت ان انا اصالحك. لو النبي، يعني انت مش جاي تصالحني لوحدك؟ جاي اهو، جاي ومن نفسي اهو. يلا بقى ام كريم. لا انا عندي صداع من الالم. طيب يا ستي اهو، خلاص راح الصداع شوي. مريم السلام عليكم. وعليكم السلام. طمنيني، عملتي ايه؟ الامتحان كان سهل ولا صعب؟ الحمد لله. ما طبعا الحمد لله. حليتي قد ايه من الامتحان؟ حليت كله، بس انا مش قادره افتح عيني وعاوزه انام. طب رجعتي مع زمايلك؟ اطمنتي على اللي انت عملتيه؟ الحمد لله حليت كويس. هو انا فعلا كل دقيقتين كنت بتاوب والمراقب كان عمال يتريق عليا، بس الحمد لله حليت كويس. الحمد لله. برافو يا مرمر. عاوزه تاكلي حاجه ولا تستني نتغدى مع بعض؟ لا لا لا، والنبي انا هخش انام لما اصحى بقى. ماشي. هي هند كويسه؟ الحمد لله، بعد ما نشفت دمنا الله يسامحها بقى. طب انا هخش اطمن عليها. خش يا حبيبتي. عملتي ايه؟ الحمد لله حليت كويس. المهم عجبتني بس ان انت تكوني كويسه. معلش يا حبيبتي، حقك عليا. والله حليت كويس، مع انه كلمني 100 مره ما ردتش برضه. جه قصدك مين؟ حسن. هيكون مين يعني؟ ليلى عيب كده، البسي وسلمي على حسن. الراجل كان قاعد لوحده بره. عارفه لو ما طلعتيش انا هعمل فيكي ايه؟ ماما معاها حق، لايميها هالة. طب انا هطلع اسلم عليه، ولو هتتخانقوا بتخانقوا بصوت واطي لو سمحتوا يعني. يلا يلا عشان خاطر حبيبتي، استهدي بالله. يلا مستنياكي. ازيك يا بي؟ اهلا مريومة، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. عملت ايه في امتحان النهاردة؟ الحمد لله تمام. ياه يلا يلا يا حبيبتي خش مني. حاضر. يلا. اهلا يا حسن. ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. امال هلا فين؟ هلا زمان يا جاي. ازيك؟ ازيك؟ على فكرة يا ماما، انا جاي اشتكي لك من هلا. يرضيك يا ماما اكلمها يومين ورا بعض على الموبايل ما تردش عليا؟ ما كنتش عاوزه ارد عليها يا ماما، مش عاوزه ارد عليك. عرفه عرفه. طب اعمل ايه يا ماما؟ يعني حط نفسك مكاني. الواد كان لوحده. كان لوحده ازاي يا حسن؟ ما اهله كانوا معاه. يا ماما والله ما حد من اهله حضر الفرح ولا هو من ناحيه هناك. انا ماليش دعوه بحد. انا ليا دعوه بخطيبي اللي قلت له ما اروحش فرح واحد ندل كان السبب ان اختي عاوزه تموت نفسها. ايه هلا في ايه؟ ما تنفريش الموضوع بعد الشر، ربنا ما يجيبش موت.
يا ماما عادي يعني، واحد وواحده كان المفروض هيتجوزوا وما حصلش نصيب، يعني الموضوع في الاول وفي الاخر اسمه نصيب زي ما بيقولوا يعني. هند كانت عاوزه تنوط نفسها فعلا امبارح لما عرفت. هلا في ايه؟ اسمعش كلامها يا حسن، هي بس قعدت تعيط واتخنقت ونفسها راح، ده كل الحكايه. في ايه هلا؟ بتهولي الحكايه ليه؟ والله يا ماما يعني ما كنتش اتوقع ان الموضوع يوصل لكده، وبعدين انت عارفه ان انا لا يمكن اعمل اي حاجه لا تزعلك ولا تزعل هالة، بس حضرتك عارفه احمد بالنسبه لي ايه، وما كانش ينفع اسيبه لوحده في يوم زي ده. طب والحلفان بقى اللي انا حلفته يا حسن؟ هتعملي ايه؟ هتستغفري ربنا وتصومي كفارته؟ ماشي يا حسن، انا هقوم اشوف عمك اتاخر ليه، وانت شوفي خطيبك يشرب ايه. تشرب ايه؟ لو هتفضلي قلبه وشك كده مش عايز اشرب حاجه. تشرب ايه؟ لو هتعمليها بايدك يعني يبقى كوبايه شاي. ماشي. ازيك يا هند؟ ألف سلام عليك يعني. صاحبك عمل فيا كده ليه يا حسن؟ مش انت صاحبك؟ كيف تعرف؟ سابني وراح اتجوز واحدة تانية دي. رد علي يا حسن، أحمد اتجوز مين؟ اتجوز مين؟ ليلى. ليلى قول. لازم ناكل بقى شوية زبادي خفيف خفيف. لا لا لا. معلش يا سعيد عشان خاطري، مش انت عايز تقوم وتخف؟ معلش بقى معلش. يلا لا 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 مش عارف. معلش معلش عشان خاطري، معلش لازم تاكل يا سعيد. لا لا معلش عشان خاطري. افتح بقى افتح بقى. يلا يلا يلا. ايوه ايوه يلا 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 عشان بس نجرب نفتح بقنا اكتر سنه. يلا يلا يلا. ايوه ايوه ماشي خلاص كملها بس كملها دي صغيره حبة صغيرين يا سعيد. خلاص خلاص هتبقى كويس ان شاء الله صدقني. انا مش قادر احرك ايدي ولا رجلي عشان شليت. لا لا دي سايد افكتس بتاعت الجلطه، احنا لحقناها بسرعه، احنا وير فيري لاكي. هتبقى زي الفل والله صدقني، شويه علاج طبيعي هتبقى زي الفل صدقني. على فكره بقى انا اضطريت اقول لليلى ومصطفى ان احنا متجوزين علشان يبقى في سبب لوجودي هنا. ليلى ليلى شكلها تعبانه قوي من قلقها عليك يا حبيبي. اكشفي عليها انا نويت. انا خايف عليها. حاضر حاضر بس انت اهم دلوقتي. لا هي الاهم. اكشفي عليها وحلليها بنتي. حاضر هاخدها المستشفى باول فرصه. حاضر حاضر انت بس ركز في صحتك ممكن؟ في علاج ليه ورا؟ انت مش هتحتاج علاج ورا ان شاء الله، انت بس محتاج شويه علاج طبيعي زي ما قلت لك. حظك حلو اخويا ابراهيم لسه واصل من السفر، متخصص في العلاج الطبيعي، هقعده جنبك لحد ما يمشيك، تبقى زي الحصان، اوكي؟ Do you trust me؟ Thank you.
وانا مالي وانا مالي من الاحزان انا مالي مالي طب وانا مالي وانا في ايه انت البعيده ايه مفيش احساس ما بتحسيش كتله برود جرايه يا حاجه بس وانا عملت ايه عملت ايه مش راجل البيت في المستشفى راقد عيان لا ما انا عرفت ان حالته بقت كويسه خلاص مين قالك ده عنده جلطه في المخ ربنا يستر ويلطف بيه يوم سبت السودا والله ما اعرف يا حاجه يقطعني طب هو حالته خطيره قوي للدرجه دي ادعي له يا سنيه ربنا يشفيه ويرجع لبيته بالسلام يا رب عشان كده الست ليلى جت على هنا وما روحتش بيتها اه اساليني وخدي ودي معايا بالكلام بطلي خلصي السلطه وغرفي حط. انا طالعه اقول لهم ان الاكل جاهز ماشي ترد بقى يا محمود يا دي النيله ده وقت تطنشني فيه يوه. انا بلغت ثانيه تعرف هندهل الولاد لا خليكي حضري السفره وانا هندهلهم حاضر مصطفى يلا حبيبي عشان نتعشى مع بعض حاضر هندهلي ليلى كمان بس انا ماليش نفس يا ماما كلوا انتوا ايه مصطفى اللي بتقوله ده مش كفايه اللي حصل لابوك بسببك عايز ايه تقضي على اختك كمان بابا هو السبب في اللي حصل له ده مش حد تاني هو اللي عمل فينا كده مش وقته دلوقتي يا مصطفى احنا كلنا لازم نساند بعض يلا قوم معايا وعامل اختك كويس انا مش عايز اشوف حد ولا اقعد مع حد سيبيني يا ماما لو سمحتي كده انا عرفت انت سبت البيت ليه وما كنتش عاوز تشوفني انت زعلان مني يا مصطفى عشان خبيت عليك والله العظيم مش انا بابا هو اللي قال لي اني ما اقولكش وكان مصر كمان حتى لو بابا اصر كان لازم برضو تيجي تقولي لي عملتيني ليه كأني واحد غريب ولا كنت خايفة ان انا مقدرش اقف جنبك مصطفى انت لو كنت مكان ليلى كان بابا برضو تصرف كده انا لو مكان ليلى كانت هي هتبقى اول واحدة تعرف انتي وابوكي كنتوا اهم حاجة في حياتي كان نفسي انا كمان ابقى اهم حاجة في حياتكم انتي عارفة لو كنتي قلتيلي من الاول كنت عملت ايه والله كنت سبت الدنيا كلها وقعدت جنبي انا كنت مرعوبة انا كنت خايفة اي حد يقرب مني لغايه ما سافرت فرنسا وعرفت ان مفيش ضرر عليك في اي حاجه ولما رجعتي ما قلتليش مش مهم بقى دلوقتي مين خبى على مين ولا مين ما قالش لمين المهم دلوقتي ابوك لا مهم طب انا هقف قدامك يا مصطفى جاي بقولك اقف جنبي عشان نقدر نساعد ابوك يقف على رجله تاني دلوقتي ما اعتقدش ان اقدر اساعد حد دلوقتي براحتك يا مصطفى انت ايه يا مصطفى منين جبت القسوه دي كلها بيتهيالي جزء كبير قوي منها بيبقى وراثه لولا ما تزعليش يا حبيبتي من اخوكي ما فيهاش حاجه ابدا انه عرف عشان يقف جنبك المشكله مش انه عرف المشكله ان هو مش عايز يتعامل معايا ما انت شفتي كل حاجه دلوقتي ماما انا خايفه قوي تكون علاقتي باخويا باظت لا يا حبيبتي ما تخافيش ابدا انتوا ملكوش غير بعض وهو بيحبك جدا هي بس مساله وقت وبعد كده خلاص المهم فين جوزك في البيت في البيت وانت ليه هنا ومش معاه في البيت انت بتهزري ولا بتتكلمي جد هو انا بعد اللي حصل في الفرح ده اقدر اوريه وشي حتى انت بتقولي ايه يا لولا انت خلاص يا حبيبتي بقيتي مراته انا كل اللي كنت قلقانه منه انه يمشي ويسيب الفرح لكن ده ما حصلش وده دليل على انه بيحبك لا طبعا مش دليل انه بيحبني ولا حاجه دليل ان هو راجل محترم
مستني بس لما يطمن على بابا. واول هو قال لك كده مستني يطمن على بابا بعدين يسيبك؟ ما قالش حاجه، ما قالش حاجه خالص. طب يلا عشان نتعشى. اتعشى ايه بس؟ انا ماليش نفس اتنفس، مش اتعشى. لولا لازم يا حبيبتي تخلي بالك من نفسك وتاكلي كويس عشان بابا يشوفك كويسه، دي الحاجه الوحيده اللي هتقومه على رجليه لما يشوفك كويسه وفرحانه وفي بيت جوزك. تفتكر ده ممكن يحصل؟ طبعا لو انت عايزاه يحصل هيحصل طبعا. وين كان يعني؟ خلي زمان نطرتكم على السفرة. معلش يا حبيبتي كلام خدني بقى انا وليلى. وين مصطفى؟ ما بده يتعشى معنا؟ لا مصطفى عاوز ينام. نام. اوكي. لا مصطفى بيتجنبني ومش عايز يبقى موجود في مكان انا فيه، لان كدبت عليه وما قلتلوش ان انا عيانه. ليلى انت بتقولي ايه؟ انا مش هكدب تاني وهقول للانا ان انا عيانه. لانا انا عيانه. بسلامتك ان شاء الله. عندي ايدز طبعا، خايفه على نفسك وده حقك، ومش هزعل منك على فكره، من حقك انت كمان ان انت ما تقربش مني. مفيش داعي لكل الكلام ده، لانا الموضوع مش زي ما انت فاهمه. دي خدت المرض ده من نقل دم. على فكره انا هقول لكل الناس ان انا عيانه، مش هكدب تاني عشان حد. انا مش خايفه. مستحيل يخطر ببالك لحظه واحده اني اخاف منك. ومالي زعلانه لاني مخبيكي عليك. انتي بنت خالتي اللي كثير بحبها، كلياتنا عنا اسرار ونخاف نقولها للناس. مالي زعلانه منك. دي النيلة وترد يا محمود دوت وتطنشني. انت فين يا بيه؟ توك ما افتكرتني. انا عندي زلزال هنا. لا 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 مش قصدي، يعني الدنيا مقلوبة. يا حلاوتك جلطة، امتى حصل الكلام ده؟ والعروسة كمان عندكو؟ يا عيني يا عيني، هو ده بقى كلام زي الفل. بقول لك يا سنية اقفلي دلوقتي، اقفلي هكلمك تاني، اقفلي بس هكلمك تاني. يلا باي. الله على الخبر الجميل ده، هو ده بقى يسوى شقلة فلوس. جميل باشا عندي ليك خبر، انما ايه زي الفل. الراجل الكبير صاحبك جات له جلطة. انت فرحان قوي على ايه؟ خبر قديم وبايت وزي الزفت يا حمار. يا ابن الراجل خلاص وقع، انا كنت عاوزه واقف على رجليه. ايوه طبعا عشان دي حرب بينه وبينه اعرف اخد منه حقي، انما دلوقتي خلاص هعمل معاه ايه؟ ما هو وقع. بقولك ايه، يلا غور غور في 60 داهية. يعني الاولاني اتطلقت بعد 3 شهور والتاني جات له جلطة، ده ايه الحظ ده يا نرمين؟ بس بقى. طب ويطلع بقى مين سعيد جوزك ده؟ بص يا سيدي، ده راجل دمه خفيف محترم ذكي، عرفته عن طريق مجدي على فكرة. ودماغه دي توزن بلد، هيز بزنس مان، عجبني من اول ما قابلته بصراحة. بعدين تعرفنا على بعض، العلاقة اتطورت بسرعة، اتجوزنا. طب واشتغل في بزنس ايه بقى بالظبط؟ كل حاجة، كل حاجة، يعني مقاولات، مواد غذائية، أسمنت، أي حاجة، عربيات. لو تسمع عن شركات الكوميدي بتاعته. إيه؟ سعيد الكومي يبقى جوزك؟ يا نهار أبيض، ده بيزنس مان مشهور قوي. يس. أوكي. وبعدين راجل لطيف جدا جدا جدا. ماشي يا نرمين، مبروك. عقبالك يا سيدي. يا رب. سعيد بيه بيمر بظرف صحي صعب. هو عنده ايه وايه اللي جراله؟ طمنا يا استاذ احمد. هو عنده جلطه في المخ. احنا عرفنا انه تعب بعد الفرح على طول، بس هو دلوقتي بقى احسن وان شاء الله يرجع الشغل في اسرع وقت. ان شاء الله.
يا رب. ألف سلامة عليك. طب احنا عاوزين نزور يا أستاذ أحمد. للأسف مش هينفع دلوقتي، على الأقل لغاية لما يخرج من العناية المركزة، بعد كده تقدروا تطمنوا عليه. طب والوضع دلوقتي هيبقى عامل إيه؟ أنا بكلم مصطفى بيه أكتر من مرة من امبارح ما بيردش على التليفون. عشان كده طلبت إن أنا أقابلكم النهاردة. احنا نحاول نمشي أمور الشركة لغاية لما اليومين دول يعدوا. معنى كده إن أستاذ مصطفى ربنا يكون في عونه، هو مشغول مع أبوه اليومين دول. طب شكاية الموردين معنى كده إن هي مش هتطمني؟ مفيش أي تعاملات مالية ولا مع شركات ولا مؤسسات ولا شيكات. مرتبات العاملين بس هي اللي هتتصرف. وده بأمر مين؟ والله بحكم الظروف اللي احنا فيها أنا شايف إن هو ده الصح، إلا لو أنت عندك رأي تاني. لا تمام. بالنسبة بقى لخط الإنتاج الجديد اللي اتفقنا مع الشركة الألمانية على ميعاد افتتاحه، هنضطر نأجله. للأسف أه. يا جماعة التأجيل هيحمل الشركة شرط جزائي، ده في نص العقد مع الألمان. طب وإيه تفاصيل الشرط الجزائي؟ احنا عندنا في العقد بتاعنا ثلاث مراحل، دي المرحلة الأولى. لو أجلنا أسبوع اليوم يقف علينا ب20,000 يورو، والأسبوعين اللي بعد كده القيمة بتتضاعف لليوم الواحد 40,000 يورو، ولو عدت ثلاث أسابيع وما تممناش افتتاح الخط من حقهم يلغوا العقد ويطلبوا بالتعويض المناسب. طب هو ناقصه عشان نكمل؟ احنا عملنا دورية تيست كده يعني، طلع فيه كذا مشكلة، والتقرير على مكتب أستاذ مصطفى بقاله 3 أيام. يبقى خلاص مفيش تأجيل. حضرتك هتتابع مع الألمان ولو في أي مشكلة قوليلي، والافتتاح في ميعاده. أوكي، بس لازم حد يتابع معايا الجانب الفني، دي مسؤولية أنا ما أقدرش أتحملها لوحدي. مفهوم طبعا. أنا هتابع ده وأقول لحضرتك على طول. اللي تشوفه. اتفضل. ألف سلامة على الوقت سعيد. الله يسلم. ما عرفناش غير امبارح بالليل على فكرة. والله ما كلمتكيش عشان فاكراكي في شهر العسل. ليلى بقول لك ايه؟ هي الجلطة دي بتيجي من الانفعال الشديد صح؟ ما هو الانفعال الشديد ده بيبقى من فرحة أو زعل. وعم سعيد يعني كانت بتنطط من الفرحة. الله يكون في عونك يا حبيبتي. هو تعب بعد الفرح على طول امبارح؟ كلموني أول ما دخلت الأوضة. قالوا لي الخبر. يا حبيبتي إن شاء الله هتعدي على خير. يا رب. مرات أنكل مجدي قالت لي إن باباكي متجوز دكتورة، الكلام ده صح؟ آه صح، اسمها الدكتورة نرمين. عن إذنكم بس لحظة. كنت لازم يعني تقولي لها على جواز باباها دلوقتي؟ في إيه بنتي؟ ما مصر كلها عارفة. بس هي شكلها زعل أكيد. طب ما طبيعي زعلانة، فرحها انتهى بكارثة، بدل ما تكون قاعدة دلوقتي في شهر العسل، قاعدة في مستشفى، عايزة منها إيه يعني؟ طب أقول لك إيه؟ يلا نمشي، أنا بصراحة محرجة ومش عارفة أقولها إيه. أنا بقول كده برضه، يلا. إيه ده أنتوا رايحين فين؟ خليكوا قاعدين. سيبك ترتاحي بقى. أنا إن شاء الله هيبقى كويس. يا رب. روحي. كلمك أنا. يا هند انا خايفه قوي اعيش مع مامة حسن، هي طيبه بس برضو قلقانه. تفتكري حبها؟ مين ده؟ انت لسه بتفكري فيه؟ طبعا يا هند، دي سنين من حياتي، انا كنت فاكراها كل حاجه في الدنيا، في الاخر طلعت ولا حاجه. هل عشان فلوسها؟ أكيد عشان فلوسها. لا بس أنا كنت شك من بدري، حسيت إن في حاجة مش مظبوطة. عارفة من إمتى؟ من أول ما ابتدى يشتغل معاها المشروع بتاعه، ما كان عنده استعداد إنه يعمل أي حاجة والمشروع ده يحصل. يا ستي حبها ما حبهاش، خلاص بقى يا هند الموضوع خلص، خلاص انسي بقى، امسكي طبقي.